صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا زميلتي العزيزه نهاوند، صباح الخير على زميلي العزيز كريم، واكيد كل التحيه لكابتننا الكابتن محمد حشيش. صباح الخير كريم. يعني بنحب دايما نطلع الجمهور خطوه بخطوه ايه اللي بيحصل، زي ما تقول كده بننقل لهم صوره حيه. خلينا نعرف منك اخر دلوقتي الاخبار للفريق، التدريب كان بالامس واحنا تابعنا معاك، النهارده اليوم هيمشي ازاي؟ ايه الحوار اللي دار بين باتسو موسيماني والفريق؟ ايه اللي عندك ممكن تطلعنا عليه نعرف منك برده ونطمن على حاله اللعيبه واستعداداتهم البدنيه والنفسيه؟ اتفضل يا كريم. بالتاكيد طبعا نقدر نقول اليوم الثاني هنا في بريتوريا جنوب افريقيا، واستعدادات مكثفه وقويه جدا لفريق النادي الاهلي. مباراه زميلتي نهاوند زميلي كريم غايه في الصعوبه، ويمكن اكيد الكابتن محمد حشيش هيتكلم على هذا الامر. 90 دقيقه الاولى خلاص عدت، لكن ال 90 دقيقه الثانيه هي الحاسمه. الاجهاد والجهد الكبير وتلاحم المباراة الكبير اللي كان فيه لعيبه النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت كان ليه تاثير كبير على الاداء، لكن خلاص هي يمكن امر واقع بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، وده اللي على طول بيتكلم عليه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. بيقول طبعا ما شفناش اي في الدورات الاوروبيه كلها ان احنا نشوف التلاحم الكبير ده، افريقيا مع بطوله الدوري العام مع مباريات حاسمه زي مباراه نادي الزمالك، لكن خلاص يمكن نقدر نقول قدر وامر واقع لابد ان احنا نتعامل معاه. احنا كالعاده طبعا متواجدين في فندق الاقامه النهارده، اقدر اقول لك اليوم بادئ بدري شويه، يمكن 8:30 صباحا كان افطار، 11 صباحا هي وجبه الغداء، ثم هتكون محاضره فنيه هنا في تمام الواحده ظهرا على ان يتوجه فريق النادي الاهلي في الثانيه ونصف ظهرا الى ملعب المدينه الرياضيه بجامعه بريتوريا، وهو الملعب اللي خاض عليه النادي الاهلي تدريبه الاول. يمكن التدريب امس ما كانش جرعه تدريبيه قويه، ما كانش فيها تكتيك جمل تكتيكيه او جرعات بدنيه عاليه، لان الاجهاد كان كبير جدا من رحله الطيران. انا عايز اقول لك زميلتي نهاوند زميلي كريم ايضا كمان كابتننا كابتن محمد، لعيبه النادي الاهلي امبارح 8:30 9 كان كل اللعيبه في الاوض كله نام، لان الاجهاد كان كبير جدا. احنا وصلنا على طول مباشره الى التدريب، عوده من التدريب كانت في محاضره سريعه بين اللاعبين مش مع بيتسو موسيماني، اللعيبه على طول بتحاول ان هي تتكلم مع بعض على اهميه هذه المباراه. ويمكن عايز اقول حاجه مهمه جدا ودي اللي بتطمنا شويه، يمكن اللعيبه بتتكلم بتقول يا جماعه احنا مش كسبانين 2-0 في مصر، احنا مغلوبين 2-0 في مصر، ده الهدف اللي احنا عايزين نقدر نحققه هنا، ان احنا مش جايين عندنا ثقه كبيره ان احنا كسبانين او كعبنا عالي على صن داونز، على قد ما احنا كل اللعيبه في فكرها ان احنا متاخرين بهدفين مش كسبين، لان انت عارفه طبعا المباراه هتكون صعبه جدا، وكمان فريق صن داونز عنده ضغوط كبيره جدا، ويمكن الجمهور كمان هنا محمله ضغوطات كبيره جدا. يمكن ربنا كان موفقنا في المباراه الاولى، لكن هم بيعدوا لهذه المباراه اعداد جيد، وايضا كمان بيتسو موسيماني بخبرته الكبيره بيحاول ان هو ينقل كل صغيره وكل كبيره لكل اللاعبين، الاجواء هتبقى عامله ازاي، الظروف كمان، امر الجمهور ده امر مهم جدا. كنت متواجد في المباريات الاخيره هنا في صن داونز، جمهور صن داونز جمهور كبير، يمكن اخر مره قال لك اي حد لابس تيشيرت اصفر يقدر يخش الاستاد لوكاس موريبي، فكان العدد كبير جدا، فيمكن دي نقطه ايجابيه لعيبه النادي الاهلي، على قد ما احنا عارفين لعيبه النادي الاهلي سواء جمهور متواجد او غير متواجد هو هدف عندنا، لكن احنا بنقول طبعا الحقائق المتواجده امر مهم جدا ما يبقاش في جمهور في هذه المباراه، بجانب تركيزنا الكبير بجانب المناخ اللي انا كلمتك عليه زميلتي نهاوند زميلي كريم. المناخ حتى هذه اللحظه طيب جدا 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 لفريق النادي الاهلي حتى في 3 عصر، يمكن امبارح تواجد فريق النادي الاهلي في 3 عصر الجو كان رائع ومميز جدا، درجه الحراره كانت 18 و19 وفي هواء، فيمكن ده امر بنامله ان شاء الله انه يكون متواجد في يوم المباراه يوم السبت القادم باذن الله، وايضا كمان يكون اللاعبين موفقين في هذه المباراه. كام نقطة فنية حابب أتكلم معاكم فيها، طبعًا بالنسبة لفريق النادي الأهلي إحنا عارفين إن علي معلول يمكن قلنا متواجد معانا وإن شاء الله يكون جاهز خلال الأيام القادمة، حمدي فتحي لكن شفناه من امبارح بيتدربوا تدريب خفيف وتدريب بعيدًا طبعًا عن لعيبة النادي الأهلي، لسه ممكن ما نقدرش نقول إن علي معلول أو حمدي فتحي أو سعد سمير ممكن يكونوا متواجدين بكل قوة في القائمة، لكن في تحفظ وفي تأني كبير جدًا على علي معلول وحمدي فتحي إن يكون الدفع بيهم بشفاء 100%. علي معلول ماشي بخطوة ثابتة جدًا في التأهيل، شفنا سبرنتات امبارح بالنسبة لعلي في التأهيل، هيخش في الكورة النهارده ان شاء الله وهو يكون اول تدريب لعلي معلول في الكره النهارده في ملعب المدينه الرياضيه ببريتوريا. الامور الحمد لله مطمئنه لفريق النادي الاهلي، بنتمنى ان شاء الله النهارده تكون بقى جرعه تدريبيه قويه، يكون فيها تكتيك، يكون فيها كل الامور والثغرات ونقاط القوه والضعف اللي بيتكلم عليها بيتسو موسيماني وهيتكلم عليها كمان في المحاضره نظريا، على ان يتم تنفيذها ان شاء الله في تدريب فريق النادي الاهلي يكون 3 عصرا هنا بتوقيت بريتوريا. مفيش طبعا اختلاف في التوقيت، 3 عصرا هنا هي 3 عصرا في القاهره، فالحمد لله الاجواء حتى هذه اللحظه مطمئنه، ويا رب ان شاء الله يستمر النادي الاهلي في تركيزه الكبير وباذن الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. رائع جدا، واحنا اكيد تغطيتنا معاك مستمره كريم، وترجعوا لنا زي ما قلنا ان شاء الله يعني، والفوز حليف النادي الاهلي. شكرا ليك جدا.